أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الحديث في البحث السابق قد وقع فيما يتعلق بقضاء الأجزاء المنسية ببعض ما أشار إليه المصنف ومعه أيضا الشارح في تفصيل خاص به أيضا في قضية قضاء الأجزاء المنسية، وأشار إلى عنوانين يعني أساسيين في هذه القضية، وهما قضاء التشهد من جهة وقضاء السجدة من جهة، وهما عنوانان كما يقال صريحان ليس فيهما كلام في النصوص، إنما وقع الكلام أن هناك جزءا من التشهد وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فاللهم صل على محمد وآل محمد، هذا الجزء لو أن الإنسان قد نسيه أيضا فهل هو داخل تحت عنوان قضاء الأجزاء أو ليس بداخل؟ وهل دخوله يعني كما قال دخول قهري كجزء من المجموع أو لا، يعني كما يقال في حالة انفرادية في حالة كونه هذا الجزء فقط هو الذي يكون منسيا؟ فمن هنا أشار الشارع إلى أن العنوان الأول الذي لا يقع فيه الكلام هو عنوان التشهد أجمع، ومن التشهد الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى، ولكن المصنف أشار إلى أن الصلاة على النبي أيضا كذلك داخلة، وهكذا فيما لو حصلت حالة نسيان لأحد التشهدين باعتبار أن للتشهد عنوان عام وعنوان داخلي، وكل من أو بعض من هذه العناوين الداخلية تأخذ نفس العنوان العام، مثلا العناوين الداخلية يعني عناوين الأجزاء، مثلا التشهد بعمومه يشمل التشهد بالإلهية بالربوبية، التشهد بالنبوة والصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله، ولكن التشهد الأول بالربوبية تشهد، التشهد بالنبوة تشهد، الصلاة هي داخلة ولكن ليس لها عنوان، يعني العنوان الخاص ليس كالعنوان العام، فيوجد نحو من التطابق بين العنوان الخاص والعنوان العام، يعني العنوان الخاص بالجزء والعنوان الخاص بالكل. بسبب هذا التطابق صار هناك نحو اختلاف في حكم بعض هذه الأجزاء، فلو أن المنسي من قبل المكلف هو واحد من الأجزاء التي تأخذ نفس عنوان أو لها نفس عنوان العنوان العام، فيقولون الأمر سهل، لأنه إن بحثنا عن كما يقال عن سبب الانطباق فنقول بأنه هذا تشهد وهذا تشهد، حتى هذا التشهد بالمعنى العام اللي هو يشمل الأجزاء الثلاث، وهذا تشهد بالمعنى الخاص أيضا يقال عليه ماذا يقال عليه التشهد. ومن هنا لماذا ذكر هذا الكلام؟ هذا الكلام إنما يذكر لأن ما أشار إليه المصنف من كون نسيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله هذا داخل تحت هذا المورد وهو مورد قضاء الأجزاء المنسية، يمكن المناقشة فيه بطريقة أشد من المناقشة في قضاء الجزء الآخر الذي له عنوان التشهد وإن كان عنوانا خاصا بالجزء لكنه نفس عنوان العام اللي هو التشهد الكامل الذي فيه تشهد بالربوبية تشهد بالنواة والصلاة، فالمناقشة فيه بدرجة أقل. فلو قيل مثلا هل النظرة
إلى نسيان التشهد الأول أو نسيان التشهد بالربوبية أو نسيان التشهد بالنبوات، هي كنفس النظرة التي ينظر فيها إلى نسيان الصلوات الصلاة؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن التشهد أحد التشهد أو أحد التشهدين كما قال الشارع أولى بإطلاق التشهد عليه، وإطلاقه عليه ليس إطلاقا مجازيا، هو تشهد حقيقة، هو تشهد. عندما تقول مثلا فلان تشهد وتقصد ماذا؟ قال شهد أن لا إله إلا الله، لا مانع، إطلاق حقيقي. وهكذا نعم يوجد عنوان يشمل هذا الفعل والفعل فعل آخر ويقال عليه، ولكن بالنتيجة هذا تشهد ويستحق الإطلاق. هنا قضية، وهي أنه إذا كان الأمر كذلك ما دام وجد التفريق بين هذه الأجزاء وأن النظر إلى أحد هذه الأجزاء وهو الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله تختلف عن النظر إلى بقية الأجزاء باعتبار أن كل واحد من هذه الأجزاء هو تشهد في نفسه، شهادة بالربوبية، شهادة ماذا؟ بالنبوة. قال الشارع الأجواد ألا يقرأ خطر. لماذا؟ لأنه في النتيجة يوجد فرق بين الصلاة وبين التشهد حتى وإن كان جزءان، فرق بين الأمرين. هذه قضية ماذا؟ قضية كما يقال مترتبة على التفريق بين هذه الأجزاء. أما لو كان النسيان لماذا؟ للصلاة على النبي فقط خاصة أو على الآن خاصة، فقال أيضا الأجود أنه لا حتى مناقشته في هذه القضية شاملة، لأنه الصلاة أيضا فيها أجزاء، صلاة على النبي وعلى آله، صلاة على النبي وحده، صلاة على الآل وحده. أولا هو عندما بدأ ماذا قال؟ قال يوجد فرق بين الصلاة كعنوان كجزء وله عنوان خاص وبين بقية الأجزاء، لأن بقية الأجزاء تستحق اسم التشهد لأنها في ذاتها تشهد بالربوبية من جهة وبالنبوة من جهة أخرى. وقال يوجد فرق بين تلك الأجزاء باعتبار أنها تتضمن ألفاظ الشهادة، فهي لو صدق عنوان الشهادة لصدق عليها بطريق أول، ولكن الصلاة بما أنها أيضا كل مرتب من أجزاء، إما أن يلحظ بما هو مجموع وإما أن يلحظ بما هو يعني خاص، إما بالنبي وإما بآله، فبالنتيجة النظرة الأولية أنه يوجد فرق بين تلك الأجزاء والصلاة، هذه النظرة الأولية. هذا مثلا مع أنها عامة، ولكن لو حصل وكان النسيان للصلاة على النبي وحده أو على الصلاة على الآل وحدهم في مثل هذه الحالة الأجود أنه لا يقضى. حتى هذه الأجود أنه لا يقضى هذه مناقشة في أصل القضية اللي هو الصلاة كلها، أو مناقشة في أجزاء الصلاة. يبدو من كلام الشارح أنه أراد أن يؤسس للتفريق من الأصل أنه يوجد فرق بين الأجزاء، ثم أراد أن يناقش بين ما حكم فيه بوجوب القضاء، فقال أولا يوجد فرق، ثم إن كان النسيان للصلاة على النبي وحده أو للصلاة على آلهم وحده الآل وحدهم فالأجود أنه لا يقضى. حال هذه الأجزاء كحال ماذا؟ يعني كحال بقية الأجزاء. حتى هنا
حال الأجزاء كبقية الأجزاء، عندنا جزء وأجزاء الجزء، يعني كأنه ماذا؟ كأنه عندما لوحظ الجزء الذي هو الصلاة الذي هو جزء من التشهد، الجزء له أجزاء، يعني جزء وجزء الجزء، هذا الجزء الجزء الحديث فيه أو أنه الحديث في الأجزاء الأولى، فنقول هكذا حديث المصنف التشهد واحد اثنين ثلاثة، تشهد بالربوبية بالنبوة الصلاة، الثالث أيضا له أجزاء، واحد الصلاة على النبي، الصلاة على الأرض، أولا هو فرق بين هذه الأجزاء، يوجد فرق، عندما وصل إلى هذه الأجزاء ماذا قال؟ قال الأجود أنها لا تفرق، هنا حدد موقفه، هنا حدد موقفه المصنف عنده رأي آخر، وهو أنه هذه أجزاء صحيح، ولعله إطلاق التشهد عليها كجزء للجزء هذا يمكن المناقشة فيه، ولكن إذا طبقنا إذا أوجدنا قاعدة وهذه القاعدة قبلت يمكن أن نقول أنه يوجد عندنا قضاء وجوب قضاء لهذه الأجزاء. المصنف عندما ناقش لم يناقش أجزاء الجزء، وإنما ناقش ماذا؟ الجزء الأول اللي هو في مقابل التشهد بالربوة والتشهد بالنبوة. الشارع عندما تحدث عن أي شيء تحدث أول فرق ثم ماذا ذهب؟ ذهب إلى أجزاء الجزء، فقال لو نسي الصلاة على النبي وحده أو نسي الصلاة على الآل وحده ماذا قال؟ الأجود أنه لا يقوى، حاله كحال أجزاء الأجزاء التي وغير هذه الأشياء، مثل مثلا لو مثلا فرض مثلا إنسان وحده لا شريك له جزء من الجزء، لأنه هذا جزء من الشهادة الربوبية، هذا جزء من الجزء، فقال أن الأجواد أن جزء الجزء لا يقضى، جزء الجزء لا يقضى، لماذا بدأ من جزء الجزء لم يبدأ من الجزء الأصلي، يعني شلون الجزء الأول، يعني شلون تقسيم الأول هو التقسيم، يعني هذا التقسيم ثاني مو تقسيم، التقسيم الأولي أن هذا جزء في غلال التشهد والأول والثاني، لأنه هذه الطريقة أولوية إنكار عدم وجود قضاء الجزء جزء الجزء أشد من القول بعدم وجوب قضاء الجزء الأول، هذا أشد، وهذا المقدار هذا المقدار اللي هو قضاء جزء الجزء لم يدعى بالتفصيل، إنما الدعية بالتفصيل ما هو؟ إنما الدعية بالتفصيل أن التشهد له أجزاء ثلاث، تشهد أول وتشهد ثالث والصلاة، ولو نسي الإنسان الصلاة ماذا؟ يقضيه لذلك ماذا؟ قال والصلاة على النبي وآله، إذن ملحوظ من؟ ملحوظ الجزء الأول وليس ملحوظ جزء الجزء، لذلك الشارع بدأ مما فيه أولوية بالإنكار ثم بدأ بعد ذلك ماذا؟ بالتدرج إلى ماذا؟ إلى قول من قال بعدم وجوب حتى قضاء الصلاة على النبي وآله، فبدأ بالبعيد، البعيد ماذا؟ عن القول بالوجوب فأنكر وجوبه، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك ترقى وصار ماذا؟ وصار كحال ابن إدريس الذي
عبر عنه قال وأنكر بعضهم قضاء الصلاة على النبي وآله. حتى هذه الطريقة طريقة علمية، نقول نعم هذه طريقة علمية. شو واحد يريد شلون يخليك تقبل مثلا خبر من الأخبار، فلما يجي خبرك بخبر من الأخبار شو يسوي لك؟ ما يقول لك أول مثلا إذا لو صارت حادثة فيها مثلا أشخاص قريبين للإنسان، يقول لك مثلا الحادثة صارت مثلا يجي وقع يبين لك أنه وقع ضرر شو يسوي؟ يقول لك جماعة تأذوا مثلا تضرروا، إذا واحد مجروح حتى يقرب ما يقول مثلا ترى لعله ماتوا كلهم، فشو يسوي؟ أول ما يقول لك جرحوا تعرضوا للضرر للجرح مثلا، فما يقول ما شاء أن هذا الجرح تسبب في موته. هذه طريقة ماذا؟ طريقة للتقبل، وطبعا هي فيها أولوية، لأن إنكار عدم يعني إنكار وجوب قضاء جزء الجزء هذا أمر مقبول جدا. نعم المصنف له رأيه، ولكن رأيه ليس في جزء الجزء، وإنما رأيه ماذا؟ في نفس الجزء، نفس الصلاة على النبي وآله. لذلك قال أما لو نسي الصلاة على النبي خاصة، واضح؟ يعني اللهم صل على محمد فقط لسه، أو على آله خاصة، ذكر هذا ولد الآل، فيقول فالأجود أنه لا يقضى كما لا يقضى غيره. يعني لو نسي وحده لا شريك له، وجزء من التشهد الأول، أو عبده ورسوله جزء هكذا. قال كما لا يقبل لها من أداء التشهد على أصح القولين. حتى هذا القولين يوجد في القضية قولان، كأن القضية ليس بها قولان، كأنه ليس بها قولان، كأن القضية أساس القول، كأن الشارع طبق قاعدة المصنف التي حاول أن يقول فيها أو حاول أن يقنع الفقهاء بأن حكم الأجزاء وحكم الكل واحد، فطبقت هذا الكل والجزء على الأجزاء الأولية وعلى الأجزاء ماذا الثانية، فقال على أصح القول هكذا، بل أنكر بعضهم. تعالى أعتقد أنه على أصح القولين يعني اقتراح وليس يعني أمر مسلم، بل أنكر بعضهم، هذا على الترقي، لأنه بالنتيجة لما أنكر وجوب قضاء جزء الجزء ماذا صار؟ بمثابة أن عدد الطريق سهل الطريق أمام نفسي حتى ماذا؟ حتى يمكن قضاء نفس الجزء المقابل للتشهد الأول وللتشهد الثاني، كما فعل ذلك من؟ محمد بن إدريس الحلي صاحب السرائر أنكر هذا الأمر. يقول بل أنكر بعضهم اللي هو صاحب السرائر قضاء الصلاة على النبي وآله. ما هو دليلك يا ابن إدريس؟ قال لا يوجد نص، النص غير مضبوط، إنما أوجبنا قضاء التشهد لأنه يوجد نص. المصنف متأخر عن ابن إدريس، قال ورده المصنف، هذا الكلام من ابن إدريس، المصنف قال أن من أنكر وجوب قضاء الصلاة المنسية على النبي صلى الله عليه وآله هذا مشتبه، ما عنده دليل. ما هو دليلك على أن هذا مشتبه؟ يقول دليلي على ذلك أن النص الدال على وجوب قضاء التشهد المنسي يشمل الصلاة المنسية أيضا باعتبار أنها جزء التشهد وحكم الأجزاء والكل واحد، هكذا أشار. فعن علي بن أبي حمزة ابن أهل اللي قريناه سابقا قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت في الركعتين الأوليين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت
سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاته. بعد في إشارة ماذا؟ في إشارة إلى أنه يوجد دليل صريح في أن التشهد يقضى. فهذه أجزاء حكمها حكمه. قال بأن التشهد ورده المصنف في الذكرى بأن التشهد يقضى بالنص، هذا النص وغيره أيضا. فأراد ماذا؟ أن يبني صغرى وكبرى للكلام. أولا الأول من هذه من هذا الدليل أنه وجود النص بوجوب قضاء التشهد المنسي. الثاني من الدليل أن كلما حكم بوجوب قضاء شيء إذا ترك كلا يحكم بوجوب قضائه كما لو كنت بعضا للتسوية بين كله وبعضه، هكذا يدعى، هكذا قد يدعى. قال فكذا أبعاده تسوية بينها. ماذا قال الشارح؟ قال وفيه نظر، هذه الكلية أن بعض أبعاد كالكل هذه الكلية ممنوعة. لماذا هذه الكلمة ممنوعة؟ لأنه بحسب كلام المصنف حسب كلام الشهيد الأول أن كلامه يتضمن قياس. هذا القياس صياغته التنمية هكذا أن التشهد المنسي يقضى كله، هذا الأصل. وكلما هذا وكلما مقدمة الأولى مقدمة وكلما يقضى كله يقضى أداؤه، فالتشهد تقضى أداؤه. قياس أخر بس حتى بهذه القاعدة كذا يؤسس القياس. التشهد المنسي يقضى كله وكلما يقضى كله كله عفوا تقضى أداؤه فالتشهد تقضى أداؤه. فإذا أراد الشارع أن يناقش فعليه أن يناقش ماذا؟ أنه يوجد في هذه الكلية التي ذكرت هذه كلية ثابتة أو ليست بثابتة. قال أنه يوجد إشكال لمنع رحمكم الله، قال لمنع كلية هذه الكلية. لماذا نمنع كلية هذه الكبرى؟ نمنع باعتبار أن حكم الأجزاء كحكم الكل هذا الكلام لا يمكن تطبيقه، لأنه لو طبق للزم من ذلك القول بوجوب قضاء بعض الأجزاء التي لا يقول بقضائها حتى من أسس هذه القاعدة، حتى من أسس هذه القاعدة لا يقول بقضائها. فنقول أنه يوجد إشكال في كلية هذه الكبرى باعتبار أنها ليست بكبرى صادقة، فإن نفس الصلاة إذا فاتت الإنسان يجب أن يقضيها الإنسان، ولكن لأن الصلاة يجب أن تقضى فكل ما فات الإنسان من أداء يجب أن يقضى، خطر المفروض تقضى. ما دامت الصلاة وهي كل إذا فاتت الإنسان يجب أن يقضيها الإنسان، فإذا كل جزء من أداء الصلاة إذا فاته يجب أن يقضيها. هل يلتزم المصنف بذلك؟ كلا، بل لا يلتزم أحد بذلك. هل هذا على نحو الإيجاب السلبي الكلي؟ لا، تقول لا على نحو السلبي الكلي، ولكن لا يوجد إيجاب كلي، ويكفي لسلب الإيجاب الكلي ولو فرد واحد. بل لا نقول ذلك، نقول بأن قضاء الأجزاء المنسية هو خروج من الأصل. الأصل هو عدم قضاء الأجزاء المنسية، إنما يقضى من الأجزاء المنسية موارد محددة فقط ثلاثة أو أربعة، والباقي لا والباقي لا. ولو أن تطبيق على الأجزاء أجزاء وأجزاء وأجزاء لا تقل. كم يوجد في الصلاة من الأجزاء؟ لا تقل. الذي يقضى ثلاثة أو أربعة فقط على الخلاف الموجود، ثلاثة أو أربعة فقط والباقي لا يقضى. لذلك قال
ما دامت عندنا قضية هي قضية تطبيق حكم الكل على الجزء، فنقول إن قضية تطبيق الحكم الكل على الجزء هذه قضية تحتاج إلى تأسيس، لأنه ليس مقبولا أن يطبق حكم الكل على الجزء، لأنه بلا في ماذا غير مطبق. من الذي يقول بأن الصلاة لأنها كل وتقضى إذا فاتت فأجزاؤها تقضى؟ من يقول؟ نحتاج إلى معرفة من يقول بذلك، ولا يقول بذلك حتى الشهيد الأول كما يقولون. لذلك قال: وفيه نظر لمنع كلية الكبرى، فإذا منعت الكبرى قال وبدونها وبدون كليتها لا يفيد. حتى هذا يسمونه بالمناظرة، ما أدري في المناظرة أو ماذا، بالمناظرة إذا إنسان جاب دليل نظري أنت تريد تفنش الدليل النظري شو تسوي؟ شو تقول لي؟ تقول لي أمنع. خلاص إذا قلت له أمنع انتهى الدليل؟ نعم انتهى. يقدر يعيد صياغة الدليل؟ نعم يقدر يعيد. أنت إذا تريد مثل ما يقولون تقضي عليه بالضربة الفنية بالضربة القاضية شو تسوي؟ تجيب ثلاث للمن، هل تمنع؟ لأن هذا أمر نظر. شو الله يقول لك الأرض تدور حول الشمس، شو تقول له؟ والله أمنع. شنو معناه؟ معناه ما تعبر، أما ظل يراد لك الدليل والدليل يكون يقين، ما عندك دليل، ما عندك دليل يقين، إيش لازم شيء يجيب لك الدليل؟ أنت إذا تريد تسد على طريق العودة حتى الدليل طبعا شو تسوي؟ تجيب له دليل على قصة صورة الأرض إذا شوفها واضحة. وهذه الأرض أمامك واضحة. هذا شيء يسمونه سند المن. تمام، ما جبتوا هنا مناظرة. بالمناظرة يعرفون يسمونه سند المن. الإنسان مطالب بسند المن؟ لا، غير مطالب. طبعا هذا في الأمور النظرية فقط، حتى مو واحد يجي كل ما يشوف له واحد يقول الله واحد عباله أمنع، إيه أمنع، شنو الله واحد أمنع؟ مو بالقضايا الأدبية، في القضايا النظرية، من حق الإنسان يقول أمنع، أنا ما أقتنع. من حق. يبقى لهذا الدليل قيمة؟ لا، ما تبقى له قيمة. ما له تأثير ولا قيمة، ليش؟ الأمر نظر. إذا ما يوصلك إلى أمر بديهي، بعد ما يناقش فيه، خلص تقدر تمنع. أو لا، يجينا بدون ما يجيب ماذا؟ يجينا بدون ما يجيب دليل أخر لهذه المرحلة، على فكرة. فماذا قال الشارع؟ قال خلاص واحد يقول، هذا الكلام كأنه مثل ما المصنف رتب قياس. أنتم ما كلفتوا واحد، بس قلتوا تحتاج مانع. وفيه نظر، هذا فيه نظر عن جيب. يعني أمنع الكبرى، أمنع كلية الكبرى. خب منع كلية الكبرى، وبعدين يعني ممكن يجيب دليل كلية الكبرى حتى يسد على الطريق دليل كلية الكبرى، شو يسوي؟ يبين اللوازم الباطلة لكلية الكبرى، هذا يسمونه سند المنع. فلو أنت جئت بدليل المفروض تنظر عينك ترى هذه الكلية، إذا قلت إذا جئت بالدليل انظر إلى اللوازم الباطلة، هاي لوازم باطلة. لذلك ماذا قال؟ قال وسند المنع، يعني هذا اللي هو يمنع ويأيد المنع ماذا؟ أن الصلاة مما تقضى، هاي واحد لا يناقش فيها، الإنسان فاتت الصلاة يقضيها أو لا يقضيها؟ قال ولا يقضى أكثر أجزاء، أكثر أجزاء، بل ما يقضى من الصلاة إلا ثلاثة أو أربعة، حتى على قال ولا يقضى أكثر أجزاء، وغير الصلاة من أجزاء التشهد. وغير الصلاة تعالى طبعا، يعني كأنه ماذا؟ كأنه إيراد آخر على كلام المصنف. غير الصلاة من أداء التشهد لا يقول هو بقضائه. الصلاة جزء، غير الصلاة لماذا لم تعطيها حكم الصلاة؟ أنت طبقت القاعدة على الصلاة، طبق على غير الصلاة، على وحده لا شريك له، واضح؟ وحده لا شريك له، هذا جزء، واضح هذا؟ هكذا فيقول وغير الصلاة من أجزاء التشهد لا يقول هو بقضائه.
مع ورود دليله فيه. يا دليل ولا بد أن دليل. ها هذا السياق اللي أسس المصنف. إذا تم صار دليلا، طبعا هذا مع التنزل كف مع ورود دليل فيه، يعني دليل لما تقول أنه الكون يقضى وكل له كل وله أجزاء أجزاء وهو على حد سواء، هذا ينطبق على التفاضلات اللي هي جزء من التشهد، وينطبق على ماذا؟ على جزء أجزاء بعض التشهد اللي هو عنده ذلك، وأنت ما تقول بقضائه، فهذا دليلك وارد حتى في هذه المواريد. نعم خلص بعد سهل، هذا منع وسند المنع، إرادات منع أي ورد عليه فيه. نعم قضاء واحد التشهدين قوي، حتى واحد انت تفرق بيناتهم قلت نعم حق، سبب لانه بالنتيجة انا انظر الى هذه الاجزاء واجد فيها التشهد، عنوان التشهد صادق عليه، فيقول نعم قضاء احد التشهدين قوي. حتى واحد يقول له ما سوي شيء، يرجع للشارع يقول له اساسا انت منعت من أن يكون حكم الكل حكم الأجزاء، التشهد الأول والتشهد الثاني مو أجزاء؟ نعم نعم أجزاء، خلص أنت مو منعت الكبرى، مو منعت كلية الكبرى. إذا منعت كلية الكبرى كيف تطبق الكبرى على الأجزاء وأنت قلت لا لا يقضى من الأجزاء إلا ما دل عليه الدليل؟ هذا أيضا لا، لأن المصنف صحيح ما عنده رسالة، احنا نتحدث عنه، نقول للشارع أيضا على رسالة المصنف، أنت قلت بأنه ليس حكم الأجزاء حكم الكل، لا يوجد تطابق بينهما تساوي في الحكم، ومنعتنا من أن نقول لوجوب قضاء الصلاة عن النبي وآله، أنت الآن تطبق وجوب قضاء الأجزاء على التشهد الأول، على التشهد الثاني. يعني عدت لما نهيت عنه، قلت بما نهيتنا عنه، الشارع كان منتبه، قال لأنه النتيجة احنا وين كنا نتحدث؟ نتحدث بالأدلة، الأدلة كانت تقول قل قضاء التشهد الأول تشهده، الثاني تشهده، نحن عندما نقول بأنها تقضى لا لأنها أجزاء كما قال المصنف، بل لأن عنوان وجود قضاء الأجزاء المنسية الوارد في خصوص التشهد ينطبق على التشهد الأول لأنه تشهد، ينطبق على التشهد الثاني لأنه لا لأن التشهد الأول جزء من التشهد بمجموعه، لأنه هو مرتبط هذه القضية. ماذا قال؟ قال لصدق اسم التشهد عليه لا لكونه جزءا، خاف واحد يطلع من جرائد المصنف يقول ترى أنت رجعت سويت اللي سوى قرايبي، لا لكونه جزءا الا ان يحمل التشهد على المحمول، لا احد يقول ها يعني اذا حمل التشهد على المحمول على المعهود نعم الا اذا حمل التشهد، المعهود من التشهد ما هو؟ يعني التشهد بهذه الاجزاء. يقول هذا الكلام انا اقول والمشارع يشعر بضعف هذا المقدار، فيقول اذا واحد قال ان الكلمه الوارده في النصوص في الروايات تحمل على التشهد المعهود، ما هو التشهد المعهود؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وال محمد، هذا يسمونه تشهد معهود. يقول اذا حمل على التشهد المعهود حالي من حال المصنف، أنا أسست في أمر ما مفهوم، واضح؟ يقول إلا أن يحمل لفظ التشهد في الروايات على التشهد المعهود ماذا يحصل؟ يصير كلامي غير مقبول كحال كلام المصنفين. بعد ذلك يأتي البيان ما هو المقصود من القضاء، يأتي إن شاء الله في التفصيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.